بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ التركوازي مع الرصاصي. طبعا الجنب ده لطيف ان شاء الله. السيف معمول لطيفة. الجبس. الجور معمولة بالياستر طبعا. سالفة لطيفة برضو. غرفة أطفال معمولة بالشكل ده. ندخل على غرفة النوم. طبعا اللون الروز. طبعا خلفية السرير معمولة لطيفة برضو. وبكده وبفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من عمل البيت ده زي ما انتم شايفين. واذا عجبك شغلنا ان شاء الله بفضل الله فضلا وليس امرا اعمل شير ودوس لايك واعمل مشاركة للقناة. مع تحياتي اخوكم ابراهيم خلاف وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.